مواصلة للجهود المبذولة في محاربة الاتجاه غير شرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغردايا خلال هذا الأسبوع من معالجة قضيتين متفرقتين، أين تم حجز 10160 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ميليغرام، سيارة سياحية مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم، مع توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم. هذه النتائج جاءت بعد استغلال الجيد للمعلومات وتواجد الدائم والمستمر عبر شبكة الطرقات مع الاستعانة بفصائل الأمن والتدخل. بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد المحاضر القضائية ضد المشتبه فيهم مع تقديمهم للعدالة.